9 سبتمبر 2020 صباح عليكم مشاهدينا في صباح جديد نقضي وياكم في برنامجكم الصباحي شمس البحرين. صباحك الله بالخير حازم. صباحك بالنور والسرور يا ايمان، سعيد ايضا بتجدد لقائنا معك ومع المشاهدين. صبح عليهم بالخير والنور والسرور متابعين برنامج شمس البحرين، وحلقه خفيفه ان شاء الله وتكون مفيده للصباح يوم الاربعاء. طبعا في البدايه دائما يعني في كل صباح تعودنا يمكن في هذا الموسم ان ننتقل حق فقره مشروبنا الصباحي والعصاير اللي نسويها والمكسات وجمامي وكميل عبد العظيم. جمامي طبعا كميل عبد العظيم، اذا تسمح لي اليوم دوري خذي راحتك خذي راحتك، بس عدنا بنشوف بسوي لك شيء حلو. اي لا 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 يوم بسوي اليوم لك لازم تشاركيني يعني صراحه، حتى باخذ تلفوني عشان اصور ان انا مسويه العصير. يلا بالتوفيق. اهلا صباح الخير. صباح الخير، شلونك ويش اخبارك؟ عساك طيب. قفازات جاهزين؟ اي قفازات جاهزين. اليوم ايش بنسوي كميل؟ والله اليوم عندنا اشياء حلوه واشياء غريبه. اشياء حلوه واشياء غريبه. اوكي. طيب الاشياء بنسوي الحلوة. عصيرين نوعين يعني؟ نوعين. والنوع الاول؟ النوع الاول اسمه اوميجا كاندي، فهو اوميجا في يعني الفيتامين الاوميجا بلس انه كاندي سويت. كاندي سويت حلو. أوكي. والنوع الثاني؟ النوع الثاني اسمه دارك دايجست. شنو مكوناته؟ احس يعني من اول مكونه بنعطيكم هو فحم نشط. اوكي يمكن غريب شويه، يمكن واجد من الناس من المشاهدين انه ما سمعوا ان الفحم ممكن استخدامه للغذاء. انا منهم. انا حلو. نفسك اول مره أول اسمع عن ذي المعلومه. الفحم النشط هو يعني فحم للاستخدامات الغذائيه، يستخدمونه في الامور الطبيه، وانا اليوم كنت قاعد اقرا عن معلومات عن فحم النشط. فنرجع الى اول حلقه لما تكلمت عن المتحف اللي تحت الماء اللي يعود الى الحرب العالميه الاولى، كان اتذكر صح. فالفحم هذا الثانيه حلقه امس دي. اوكي فالفحم النشط هو اكتشفوه في الحرب العالميه الاولى، كانوا يستخدمونه على اساس ان الجنود ما يعني يتسممون من المواد الكيماويه، فهو يمتص المواد الكيماويه عنهم. نفس الشيء حق الجسم، يساعد يعني في تنظيف الكلى، يساعد في امتصاص الكوليسترول للضار. يعني فايده كبيره، ففائدته جدا يعني ممتازه. فنبدا متحمسه. وش نبدا؟ هذا اليوم بساعدك كمان خلاص لازم. بس بعد حازم يحتاج موظفين. صح حق مشروع حازم ان شاء الله. حازم جوس. ايش بنسوي اليوم؟ ايش تبون نبدي؟ بنبدي انت تبي نبتدي في اي عصير؟ شنو اللي تحسه احلى؟ انا اقول نبدي بالاوميجا كاندي. اي لانه شوي صاير على طريقه سموذي، بما انه من مكوناته في الموز والتمر. وبعدين نروح للدارك دايجست لانه هو جدا مهضم وخفيف و بشكله غريب اسود. اوكي عيل نبتدي بالاوميجا كاندي. بالاوميجا شنو اول مكوناته راح تكون؟ الاوميجا كاندي اول مكوناته بتكون اللي هي الموز. ثاني مكوناته الفلكسيد اللي كل الناس الحين تحاول انها تدخل الفلكسيد في الاكل، في السلطات، في السلطات، في كل شيء تقريبا. صحيح. مكون سري يعني؟ لا الفلكسيد هو حبوب من ناسية والله اسمه بالعربي. بالعربي اسمه حبوب الشيا اعتقد. إيه مو شيا. لا مو شيا. الكتان، حبوب الكتان. براوي بس حازم شوف هاللون يجي شكله، اكيد شفته في السلطة. نفس السمسم، حبة البركة، لونه بني. صج؟ هاي دليل على انه انا ضعيف في المطبخ. لا الحين بتجربه انت في العصير ان شاء الله. ان شاء الله. يحطونه فوق الخبز. اقول لك اول مرة اتعرف عليك. نايس تو ميت يو. وعندنا التمر. التمر. وعندنا الألمند ميلك. هذا ألمند ميلك احنا نسويه فريش. عندكم في جمال. عندنا في ماشين خاصة حق تجهيز الألمند ميلك، البتر ميلك، يعني حلو. تعرفت عليه من قبل؟ المفروض. هذا حليب البيدون أو اللوز. لا أنا ضعيف. أنا صوبي نفسك صوبي. بس يعني دشيت المجال وبدي بحاول أدخل إيمان شريكة معي. شريكة أنا كل بكون وياك شريكة في ذي المشروع. فهذا الألمند ميلك حق الناس اللي عندهم صعوبة في شرب الحليب العادي. يسبب لهم أحماض، بعض الناس اللي يعني يحاولون يتباعدون عن الحليب ومنتجاته، هذا جدا خفيف بالنسبة لهم. فألمند ميلك فريش وخفيف حق الناس اللي حتى عندهم مشاكل من الحليب العادي. حلو نبتدي الحين كمين، انا متحمسه جيتك بكل حماسي اليوم. يلا بنجرب العصير. نقول بسم الله. شو بنسوي اول شيء؟ نحط هاي الخلاط بنستخدمه. اي حق اول عصير. نحط الموز قبل. فبنخلي الموز. اليوم باخذ دورك. تفضلي.
في يمكن شيء بنقول عنه إن أربع قطع كاملة؟ إيه كلهم، هذا بنخلط كل شيء مع بعض. هذا طبعا كل ما يكون الموز احنا نجهزه ونخليه يصير فروزن، لان الفروزن بنانا يعطي شوي طعم. احطه يعني في الفريزر عادي؟ ايه في الفريزر. ها ما يخترب، ما يسود علي الموز يعني دا يوم واحد وفي سيلد، في يعني تشيز مسكوك المفروض ما يصير فيه اي سبب. اوكي وبعدها الحين نحط ال كامل. كامل ما تحس الكميه كبيره يعني ولا هو طعم طعمه خفيف يعني يا دوب بيعطي طعم، خاصة عندنا التمر عندنا الموز، فهذه طعم يعني طعمهم قوي على هذه الحبوب الخفيفة. خلنا نقول الحين التمر، الحين التمر وبعدها راح نحط شوي من الألمند ميلك. وبعد يعني شوف احنا قلنا ان ترتيب الخلاط يمكن حازم يتذكر ولازم يتذكر حق المحل، ترتيب الخلاط يأثر واجد في الطعم. إذا حطينا الألمند ميلك كله راح يعطينا طعم غير إذا حطيناه يعني إلى درجة خلاط معينة. والجزء الثاني يصير بعد ما تجهز الخلطة يكون الثيكنس ماله يعني الغراضة مالته أكثر، أو لحين في صحتها خلينا نقول أكثر. عيل أنا هذه المكون شكله هو يعتبر من أساسيات العصير، فمو بانا اللي بحطه عشان ما يجي بالعيد. لا بس بنحط شوي وبعدين بنكمل لما يجهز. يلا نحط منه شوي. بسم الله. يعني أنا كنت بصبه كله. حازم بيشرب. مسكين حازم والله. هذه خلصنا المكونات الأولى. بدنا نعيدها على السريع. فيها موز. موز. وحبة الكتان بالعربي. حبة الكتان. والتمر. تمر. والألمند ملك. وكل شيء بالأوزان. أوزان معينة. سجلناها. سجل حبطها. امس اللي كانوا يطالعون الحلقه قالوا لي بنفتن على اللي بنفتن عليك عند اللي يساعدك في اصوات العصير لانك قاعد تعطي المكونات. المكونات اسرار مهنه طبعا. فنقول بسم الله. بس تتم لمساتك غير يعني في انا ما اعرف اتعامل ويا الاجهزه. هذا الجهاز شوي ايضا بعد الالمند ملك. اي نعم تفضل. تفضل فضلك مساعد. اوكي بس انا المفروض اكون انا واحده من تيم جمامي خلاص. انت انا ردي من تيم جمامي. مو بس مقادير، الطريقه بعد مهمه. ها اي التسلسل هو دائما يركز على شنو اللي نحطه قبل وشنو اللي نخلط فيه قبل، مو يعني الحين المفروض جهز. جهز. هاي اللي هو العصير شنو؟ أوميغا كاندي. أوميغا كاندي. أوميغا هو أحد أنواع الفيتامينات. أي. وكاندي لأن حطينا فيه حلاوة أساس السائل. يعني إنه فيتامين حلو. أي صح. هاي الترجمة. حرفيها. ما بنحط لك واجد حازم. خلي جربه لأنه وراه بعد عصير ثاني. العصير الثاني أكيد بيعجبه أنا متأكد. لكن يمكن يصدمنا ان حتى هذا يكون جدا مناسب لحازم. يلا حازم جربه وقول رايك. تفضل. تسلمين يا الحين هذه انا بجربه. انتي تجربينه. صنع يدي وحياه انا ما بيعجبش. حتى هو لازم يعجبني، تعرف ليش؟ لان انا مسويته. ايه
لمساتك واضحه يا ايمان. صدق للامانه حازم ما يقدر يعطي نكهه مختلفه ترى بالاكل لتجاملني. بس حازم لو تشجعها باكثر ترى بتطلب عليك شراكه نسبه اكثر بتكون. لا تستاهل تستاهل ايمان. لا حلو. بالعكس لذيذ حلو كاندي طعم الموز واضح التمر شويه بس الحبوب الكتان طعمها يبين يمكن اكثر صح؟ انا ما اعرف شلون الطعم بس ان الموز احس ان الموز هو الطاغي وطعمه لذيذ. انا احب عصير الموز يعني الكل يحب الفواكه اتوقع. صح ممتاز. الحين بنجرب الثاني ان شاء الله. الحين بنجرب الثاني. الثاني عباره عن برتقال. الحين دوري انا اشرح لان شفتهم قدامي سهل اقول. تفاح أربع تفاحات كاملين. هو احنا عادة نستخدم ثلاث تفاحات بس تعرفين الماي في الفواكه يتراوح فمو ثابت فاحنا على حسب عندنا واحدة باك اب او سبير او احتياط على اساس نشوف كم كمية الماي اللي طلعت من التفاح ممكن نزيدها ممكن لا على حسب يعني. وهذا الفحم النشط هذه اللي هو السر المكون كله المفروض. والله هو يعني هذا الضيف اللي بيسوي المكان اسود. يلا عيل نبتدي. اول شيء اتوقع بنحط دي هذا بنخليه لاخر شيء عشان يصبغ. اول شيء تفاح. اول شيء تفاح هذا ما بيفرق لان اثنين هم يعني خفيف فيهم سوائل. اقول ايش سر؟ ايه انه هذا ليمون. ليمون؟ وانا اقول برتقال من مساعه بيكون بيعطي حموضه حلوه. اوكي ليمون لان تفاح مع ليمون. شلون صححت لي مساعه؟ يلا عشان نبتدي. يلا يلا نبتدي تخلطين. ها هاي كذي بس اقطعها بس خليناها وهي تتصرف. اوكي بسم الله. تفاحه شوفي شلون تنضغط الفاكهه ما تنعصر عشان تعطينا القيمة صح. حتى كمية الماء اللي تطلع بالضغط يطلع أكثر من العصر. صح أحسن من ما نعصرها. نحط الثانية لأن هذه يمكن تحتاج أحد يساعدها. زي ما صفيتها على يدي. بنكتفي بليمون وثلاث تفاحات لحد الحين عقب بنشوف اذا نحتاج نضيف التفاحه الرابعه. اللون يعني تفاح وليمون فصاير غريب لانه يصير كلير شفاف. نضيف للثلاثه واحنا المفروض هذه الماكينه كامله بتصير 500 ملل بس لحد الان احس بنحتاج الرابعه. نحتاج الرابعه نشوف هذا خلصنا يعني احنا نحدد على حسب كميه السائل الموجود في العصير صح؟ لان التفاحه ما يعني بالوزن نقدر نعرف بس كميه الماء اللي داخل الفاكهه ما نعرف الفاكهة صح. فخلينا نضيف الرابعه. الرابعه يعني انا احب دائما العصاير اللي كذي موجوده كمان. احنا اشكالهم تشوق الصراحه. احنا بكره عندنا ثلاث مفاجآت. ثلاث مفاجآت؟ ايه بكره ثلاث مفاجآت. احنا نحب المفاجآت في شمس البحرين. نحب المشاهدين ونبيكم تكونون جاهزين لها. ان شاء الله بنكون جاهزين. مفاجأة في العصاير ومفاجأة في يعني ان شاء الله لان احنا اذا تكلمنا عن جمامي لما يعني اساس لما سوينا المنيو سوينا المنيو انه يقدر يعني يناسب كل الاذواق. الاذواق. في ناس يحبون العصيرات الصحيه موجوده. يعني الالمند ميلك والبتر ميلك صح. يعني بيستاشيو ميلك موجود الكلاسيك منيو موجود التشيت منيو احنا سميناه لان الناس مال الجيم والصحيين يعني هو كانه يوم الفري يوم التشيتنج الاوبن داي فهم يغشون في هذا المنيو وفي ناس لا يحبون الاوبن يعني دائما الخلطات اللي فيها الايس كريم اللي فيها يعني عدة مكونات عدة طبقات يعني كل الأنواع وكل الأشكال موجودة أنت عليك تختار بس. بالضبط يعني المنيو مقسم عندنا إلى أربعة أقسام. خلنا نذوق ذي أنا متشجع وين الفحم شو مضبوط إحنا نبي نعرف التفاصيل لكن حازم يبي يذوق ال ما حطينا ال الحين بنحط الفحم تحطه عقب لأن بنفتح هم يجون على طريقة كبسولات أو طريقة الفحم صح لا لا حازم يعني
لا تدير بال على المحل حتى على الاغراض والاشياء بعد هي يعني ايش المواعين ايش المواعين فناخذ لنا لا ايمان شاطره صراحه متعدده المواهب شي صدق روحي حازم غير انها مذيعه شاطره بعد ما عليك زود والله صوتها حلو عندها موهبه الغناء واكتشفت الحين الطباخ هاي عصاير لحم ولا شنو بتلاقي لي افتحها عشان يعني اذا بتخاف لا تخاف مني خاف من ايمان بس يقولون لا تخاف من الا من الساكت ايمان ما احسها من يعني الساكتين اوكي هي ساكته ما قالت عن المشروع مالها لا قالت عنه في الهواء بعد اكثر من كذي زين في مقدار معين ولا عادي تحط اللي هو الفحم؟ هي واحدة بس يعني في احنا كحق كبسولة واحدة وتنفتح اي فتحناها هذا طبعا الفحم النشط هو يستخرجونه يا من الخشب او من قشر جوز الهند او من الفحم الطبيعي نفس فحم الشواء يعني يستخدمونه فكل ما اختلف المورد اللي يجيبونه منه اختلفت نعومته وكثافته فحق الغذاء يستخدمون من هاي الثلاثة بس الفوائد مالته واحدة واحدة ايه يلا زين الحين بنخلطها وبنشوف اللون شلون بيتغير قدامكم بيصير اي لون اوه قوي لان الفحم لونه قوي يعني عشان اكون وياك صريحة كمين انا اللي يمكن اذا تشوف دي العصير اتخوف من اللون وما اشربه بس ان انا مسويته فبشربه احنا اللون الخضر نخاف منه فبالك اسود تصدق في ناس يدورونه يعني الناس يدورون الفحم لانه يعني اللي عنده عسر هضم اللي عنده غازات جدا مفيد خفيف يعني انا الحين لو شربته متاكد انه بيعجبك وبيعجب سيمون لان انت مسويته لنا نقول بسم الله يلا خلنا نجهز حق حازم احس حازم بيفاجئنا برايه اليوم انا اتمنى العصير يفاجئني بيفاجئك ان شاء الله بيفاجئك يعني كميل اليوم سوينا عصيرين بس نرد نذكر المشاهدين عن العصيرين الأوميجا كاندي الأول اللي سويناه كان فيه بنانا اللي هو موز تمر حبة الكتان بالعربي و هنا كان مكون الرابع حازم اكتشف أنا نسيت موز تمر حبة موز الكتان وتمر حبة الكتان والألمند والألمند فريش ألمند هذا المكون الاول في العصير العصير الثاني كان اللي هو ليمونه صحيح اربع تفاحات والفحم صح يلا احنا طبعا قبل ما تروحين ترجعين لهذا نحب ننوه للمشاهدين ان احنا في جمامي ومن ضمن الشراكه المجتمعيه عندنا حمله اطلقناها يعني دعم اعاده التدوير للبلاستيكس وهالامور فشجعنا الناس ان كل 6 كابس يعني كل 6 قلاصات تشتريهم لما ترجعهم لان احنا راح نساهم في اعاده التدوير مع يعني الحملات اللي قاعده تكون فيها الدوله وبعض المؤسسات وراح تحصل على خصم 20% ما شاء الله على كل 6 قلاصات كل 6 قلاصات او 6 غراش من ال من بدينا البرنامج كم قلاص كان عندنا حازم يمدينا نرجعهم يعطيك العافيه كميل فعلا يعني نتمنى لك كل التوفيق في هذه الحمله واحنا اكيد نساندك ونشجعك فيها انا بنتقل حق حازم حازم مو قاعد ينتظر وبشوف رايه ان شاء الله في العصير والتلفون. وننتظر اي تلفوني خله محتاجه الحين وقت العصير محتاجه تفضل زاد فضلك يلا عطني رايك متشوق حازم المفروض قول بسم الله اسود هذا ما في طعم الفحم كلش نهائيا طعم السويت مال العصير ليمون فقط تفاح. لا غير ليمون بيكسر الطعم مال الفحم والتفاح يعطي السويتنس بس اهم شيء انه هذه هو يعني صحي وانت ما تحب الصحي انا حبيته يعطيك العافيه كميل يعطيك العافيه تسلم يدك صراحه وتسلم يدك يا ايمان ابداعاتك دائما واضحه ما شاء الله لمساتك لمساتك واضحه ومن نجاح الى نجاح في عالم العصائر
اما الحين ننتقل لفقراتنا الاسبوعيه متابعينا، انت قدها الخاصه او انت قدها الخاصه بالمراه البحرينيه وانجازاتها في مختلف المجالات. المجال الرياضي كان له نصيب من هذا الانجاز والتميز، زميلتنا حصه الدوي بتاخذنا بجوله مع احد البطلات في مجال رياضه التايكوندو في هذا التقرير. مشاهدينا، مثل ما نعرف ان لعبة التايكوندو لعبة عريقة في البحرين، ابتدت خلال فترة الثمانينات، فيها بطلات وابطال، وقلت انا كلمة بطلات لان انا اليوم في لقائي مع واحدة من هاي البطلات ريم جبر تعرف اكثر على هذه اللعبة. ريم شلونك؟ شخبارك؟ طبعا فرصة سعيدة لي ان انا اتعرف عليك. اول شيء كلمنا عن بدايتك مع هذه اللعبة. شلون ابتدت؟ والله انا بديت من العمر الصغير، من عمر 3 سنين بدينا هني. طبعا هذه الموضوع يعني في الجينات مثل ما نقول، لان ابوي هو المدرب. بدينا بطولات محليه، وبعدين من ثم انتقلنا لبطولات دوليه، ومن ثم وصلنا لنشارك في بطولات عالميه الحمد لله. قبل اي شيء مرحله انك انت تبنين بطل يروح في عده مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الاستكشاف، وان الطفل يستكشف اي لعبه يحبها. اوكي، فمرينا من هاي المرحله نروح حق مرحله الاختيار. هني في الاختيار شنو يصير بالضبط؟ اللاعب يبتدي يبذل مجهود على اساس انه يصير عنده هاي الحس الرياضي اللي يكون يصنعه كبطل. انا عندي سؤال يعني متعلق في ان احنا النساء، يعني هذه اللعبه شوي صعبه على المراه، تحتاج جهد عضلي، جهد جسمي كبير، فشلون قدرتي ان انت تكيفين نفسك يعني؟ هي والله اكثر ما يكون فيها جهد عضلي فيها امور ثانيه، امور فنيه ثانيه. بالعكس انا احس هاللعبه مو بس جهد عضلي، بالعكس فيها مثلا احساس فني في اللعب مثلا مثل ما نقول يعني. من الصعوبات الوحيده اللي واجهتها ما تخص ان انا اكون مراه او رجل، بس هي كانت ان انا اكون متفوقه في الدراسه وفي نفس الوقت اكون متفوقه في اللعبه يعني. ريما، انا دريت ان عندك بنتين صح؟ هي وصلت بنتي. وصلت البطله ورايحه تلعب ورجعت. انزين ريم، يعني انت في هاي السن الصغير تفكرين ان انت تخلين بنتك تدرب هاي اللعبه، ولا تقولين لا تو الناس توها صغيره؟ واضح التحيز ان هي لابسه البدله من عمر سنتين، اول شيء عندها مع البنت عندها البدله. فاحنا معودينها على الحين نفس ما قلت لك، المرحله الاولى هي مرحله استكشاف، فنخليها تلبس البدله وتهني وتلعب شوي وتقعد شوي على راحتها على اساس انها تتعود على اجواء هذه الرياضه. وانا اشوفها متعوده على الاجواء من الحين يعني. اي نعم، وتقول كيك وطق. وهي الحين في مرحله الاستكشاف صح؟ اي نعم، الحين هي في المرحله الاولى مرحله الاستكشاف، وانت تستكشف اللعبه. حبيبتي الله يخليها لك. ريم، في الختام لو تعطينا كلمه حق كل امراه، شنو الرساله اللي تحبين توجهينها لها؟ استثمري وقتك وطاقتك في انك تنمين عقلك، تحافظين على روحك من الداخل، وتمسكي باحلامك. هي لا تخلين احد يقطع هذه المسار مالك، ما دام انه هو في النطاق الصحيح دائما تمسكي باحلامك. يعطيك العافيه كابتن. شفنا هالتمرين ما شاء الله يعني. شلون تدريبك حق ريم؟ من وين بدا لما صنعت هالبطله ما شاء الله؟ طبعا ريم بدات وهي صغيره في سن ثلاث واربع وخمس، اول سنتين طبعا مجرد تهيئه كطفله صغيره يعني. على المزاج، ساعات تدش تمرين، ساعات يوغا، ساعات. بس بعد سن ال5 سنوات تقريبا بدينا شويه جد اكثر. ما شاء الله هي شخصيتها قويه لدرجه انها حصلت بطولات حتى على المستوى الدولي صح؟ نعم. يعني تكلمنا عن هاي البطولات وشنو القادم ان شاء الله يعني معك انت وريم مع بعض. والله احنا بدينا فتره اللي هو بدايه الجد شويه، المسابقات الخارجيه خارج البحرين. طبعا مرت بمراحل وايد، تطور صقل
مهارات واكتساب خبرة في دول قوية مثل التايكوندو مثل بالذات كوريا، يعني هي أهم مرحلة كانت كوريا. طبعاً هي حصلت البطولة في كوريا. كوريا بطولتين ذهبية وفضية. ما شاء الله. طبعاً نهائي كان ضد منتخب كوريا في فئة الجونيور في الشباب. دي كانت يعني أنا أعتبرها يمكن أقوى إنجاز. مشاهدينا لقائي مع ريم الدوي بطلة التايكوندو لقاء مثمر وجميل، وأنا شخصياً تشجعت، وخاصة يوم شفت البنات الحين تدربون معاي ورأي يعني بالأحرى تشجعت لممارسة هذه اللعبة. فلعبة التايكوندو ما يوقف عليها لا سن ولا عمر ولا جنس، وأكيد زملائي وزميلاتي في الاستديو بيكونون جداً متحمسين لمزاولة هذه اللعبة الحلوة. ننتقل طبعاً حق حازم وإيمان. إيمان، لعبة التايكوندو يعطيك العافيه زميلتنا حصه، صراحه شجعتيني ارجع العب التايكوندو مره ثانيه عند الكابتن عبد الله الدوي. والله يا بتها على الجرح، طبعا انا خذيت عنده حصص كثيره يعني وتدربت عنده حق فتره طويله. وجه له تحيه من المدربين اللي فعلا يحاول يعلمك الرياضه بطريقه محترفه. الكابتن عبد الله الدوي يعطيه الصحه والعافيه، مدرسه طبعا في عالم التايكوندو، واحنا يعني دائما نتشرف بالمواهب البحرينيه. تشوفي اللي موجوده عندنا في البحرين هنا، عبد الله الدوي احد النماذج فيها في الرياضه، مشرفه للبحرين أكيد في المجال الرياضي. يعني مشاهدينا ننتقل شويه من الرياضه الى التجارب السريريه للقاح كوفيد 19 غير النشط اللي اطلقتها واعلنت عنها اداره الصحه العامه بوزاره الصحه، تعتبر من المبادرات الهامة والسباقة التي قامت بها مملكة البحرين ضمن الجهود الوطنية الرائدة لمكافحة فيروس كورونا. ولإلقاء الضوء حول هذه التجربة يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو الدكتورة بسمة الصفار، استشاري صحة عامة والوبائيات بإدارة الصحة العامة، والدكتورة غادة زياني، طبيب استشاري صحة عامة. صباحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم. صباح عليكم بالخير والنور والسرور. دكتورة غادة، في البداية خلينا نتكلم يعني نبتدي معاك وندخل في الهدف الأساسي للتجارب السريرية. صباح الخير ومشكورين على استضافتنا في هذه البرنامج، وفعلا هو مثل ما نقول حدث مهم الحين في مملكة البحرين ان احنا نشارك في هذه التجارب السريرية لمكافحة كورونا 19. طبعا الهدف في هذه التجارب السريرية هي الأبحاث علمية تكون لمعرفة مدى فعالية هذا اللقاح لمكافحة كوفيد 19. فهذه التجارب السريرية جدا مهمة، هي دائما تكون هاي نوعية نوع من الأبحاث طبعا العلمية تجرى دائما على اللقاحات على الأدوية لمعرفة اللي هو تأثير هذه اللقاح أو تأثير الدواء على مكافحة نوع معين من أنواع الفيروس أو الوبائيات. جميل. يعني يمكن شرحتي لنا وعطيتينا نبذة دكتورة غالي، لكن بنتغلش دكتورة أكيد، بس ما لو تكلمين أكثر عن هذا اللقاح وشنو هو بالضبط، وهل أخذ اللقاح ممكن يسبب مضاعفات؟ يمكن كنت أسألك تحت الهواء وكان عندي هاي التساؤلات، قلت لك أنا ودي يمكن أكون أحد الناس اللي تجرب هذا اللقاح، بس قلت لك هل هناك في مضاعفات ممكن تأثر على الشخص؟ صباحكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. طبعا مثل ما قالت زميلتي دكتورة غادة، احنا في حدث جدا مهم، مملكة البحرين شاركت في هذه التجارب السريرية، وكعادتها مملكة البحرين دائما سباقة لفعل الخير ولما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. احنا يمكن أول مرة نشارك في هالتجارب السريرية. هذا اللقاح المستخدم هو لقاح من جمهورية الصين، لقاح غير حي مثل ما تفضلتين في البداية، لقاح غير نشط، يعني تم معاملة الفيروس بطريقة كيميائية بحيث يكون غير حي فغير قادر على إحداث المرض. يعني ما ممكن الشخص اللي أخذ اللقاح يقول إن أنا أصبت بمرض الكورونا بسبب اللقاح، لأنه هو لقاح غير حي وبيحدث استجابة مناعية بعد يعني إعطاء اللقاح، بحفز الجهاز المناعي لإعطاء مناعة. ونطمئن الناس أن هذا اللقاح صنع بطريقة تصنيع اللقاحات السابقة التي استخدمت على مر العصور لحماية البشرية من الأمراض المعدية. يمكن إحنا ما لحقنا على أمراض انتهت وتم القضاء عليها بسبب اللقاحات، مثل مرض الجدري، مرض شلل الأطفال، وكل هذا ما نتذكره لأن إحنا ما شفناه، لكن أهلنا وأجدادنا كلهم شافوه بفضل اللقاحات.
انقضى على هذه الأمراض، وإن شاء الله يا رب يكون هذا اللقاح بادرة خير يا رب. إن شاء الله نتمنى ترجع الحياة وتعود إذا مثل ما كانت. كنا نتكلم تحت الهواء إن يعني إحنا كنا في نعمة، الحين قاعدين نحس بقيمتها. دكتورة غادة، الاشتراطات للمتطوعين، هل هناك اشتراطات معينة؟ كنا نتكلم أيضا هل ممكن حاملين الأمراض المزمنة إنهم يتطوعون، وشلون سير عملية اللقاح؟ طبعا الاشتراطات المبدئيه هي طبعا اي تجربه علميه او تجربه سريريه لازم يكون فيها اشتراطات لحمايه طبعا والسيفتي مال المتطوعين. هي طبعا بيكون العمر من عمر 18 سنه فما فوق. طبعا ممكن التسجيل بالبطاقات اللي هي البطاقه الهويه او الجواز. طبعا في بيكون هناك لما يدخل في التجربه هو طبعا لازم يكون متمتع بصحه جيده، بس ما يمنع ان اللي يكون عنده امراض مزمنه او ياخذ ادويه معينه انه يشارك في التطوع. طبعا بيكون هناك في تقييم من قبل اطباء على حسب حالته. اي نعم، او المرض، التاريخ المرضي بالنسبه حق الادويه اللي ياخذها، بالنسبه كل هذه بيكون في اشتراطات معينه راح يتم تقييمها لكل متطوع. حتى لو هو حاب يتطوع بس ما وافى هذه الاشتراطات يمكن ما يقدر نعطيه التطعيم. والسبب واحنا طبعا نخبره سبب ان احنا عدم قبوله. طبعا بيمر في مرحله التسجيل في البدايه، وبعدين بيكون في التقييم من قبل الطبيب المختص وتوقيع الاقرار انه هو خلاص مثلا هو توافى الشروط كلها ويقدر الحين يدخل التجربه هذه. يتم طبعا عقب تقييم اللي هي القياسات الحيويه والاعتماد، يعني في مثل ما نقول تو فلترز، يعني في الفلتر في البدايه بيتاكدون كامل تقييمه كامل قبل الاطباء، وبعدين بعد في اعتماد عقب ما ناخذ كل البضائع. يعني هو مو معناته انه بس بادش التطوع سيدي بادش وبطق اللقاح، في اجراءات في حرص كبير. إيه نعم. طبعا عشان وبعدين اي نعم، وبعدين في بعد اخذ عينات دم واخذ المسح الانفيه ومن ثم بعدين يصرف اللقاح. وعقب طبعا ما يستلم اللقاح طبعا في بيكون في اللي هي فتره الملاحظه لمده تقريبا 30 دقيقه، وفي فتره الملاحظه طبعا بيكون في اجراءات معينه ويشرحوا له في هذه التجربه لرجع البيت شلون راح يكون المتابعه. في كتيب خاص يسلمونه، هذا الكتيب يشرحون له، يسلمونه طبعا طرق الاتصال لانه هو لازم يكون في تواصل مع المتطوع على طول. في عندنا خط ساخن، في عندنا كادر طبي وتمريضي يحال لا سمح الله حسب إيه نعم. أي أعراض إيه نعم. على طول يقدر تواصلكم سهل معكم إيه. التواصل يكون مفتوح. وفي طبعا بس هل في حالات يعني صارت في الوقت الحالي؟ في طبعا أعراض بسيطة جدا لأن الحمد لله ما كانت في مضاعفات، ذي كلها مضاعفات بسيطة. الحمد لله، وهي متوقعة من أي لقاح مثل أنواع هذه اللقاحات. صحيح. اللي هي الغير نشطة أن تكون في مضاعفات موضعية وبسيطة. وطبعا إحنا دائما طرق التواصل موجودة والخط الساخن موجود ويتم التعامل مع هذا الموضوع أول بأول. إيه نعم. عشان أنه هو كان متطوع إيه. فيها طبعا هو ما ننسى أنه يكون في جرعة ثانية، فقبل لا يطلع نعطي اللي هو الموعد حق الجرعة الثانية ايوه، وبعدين يتم ملاحظته ان شاء الله وتذكيره بعدين بالجرعه الثانيه المفروض ياخذها. جميل. يعني بنتقل لك دكتوره بسمه، ناس ما تفضلت وقالت دكتوره غاده بالمراحل اللي يمر فيها المتطوع لاخذ هذا اللقاح، لكن خلينا نتكلم عن تجربه مملكه البحرين واللي تعتبر تجربه رائده في هذا اللقاح بالتحديد. شلون شفتي هذه التجربه وشلون ايضا شفتي تفاعل الناس بانهم يعني يتطوعون من اجل هذا اللقاح؟ طبعا الشعب البحريني كما عهدناه دائما شعب واعي، شعب عنده ثقه في الخدمات الصحيه. صحيح. وبما أن مملكة البحرين يعني بذلت هذه الجهود، القيادة الرشيدة، صناع القرار، يعني هذه الخطوة اتخذت لأجل الناس، لأجل حماية الناس، ليست مملكة البحرين فقط، احنا نشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في أبوظبي بنفس هذه التجارب. احنا لاحظنا الإقبال كبير، المواطنين والمقيمين في البداية يعني ما شاء الله عندنا أعداد كبيرة اتطوعوا معنا، وصلنا أكثر من نص العينة. طبعا العينة المطلوبة هي 6000 شخص يعني، ونتمنى أن المزيد من المشاركة ونطمئن الناس أن الأعراض الجانبية التي سجلت لحد الآن هي أعراض بسيطة، أعراض موضعية، ومثل الأعراض اللي تصحب اللقاحات اللي بنفس الطريقة لقاحات غير حية، فسواء في البحرين
أو في دولة الإمارات العربية الشقيقة كل الأعراض الجانبية كانت بسيطة، وأيضا اللقاح ترى جرب في المرحلة الأولى والثانية في يعني جمهورية الصين الشعبية وكانت الأعراض الجانبية بسيطة أيضا، ما كان في أعراض خطيرة يعني تستدعي هذا التخوف. يعني هذه يمكن نصيحة حق الناس اللي حابين يتطوعون من أجل هذا اللقاح، ما في أعراض. صح، في إنهاء هذه الفترة الحالية ونترجع الأمور. دكتورة غادب، ننتقل إلى طبعا أهمية هذا اللقاح مثل ما ذكرت إيمان، الناس لابد من المشاركة في القضاء على هذه الجائحة. أهمية هذا اللقاح بالنسبة للناس شنو؟ طبعا احنا بالنسبة للقاح طبعا هو فعلا في فترة تجريبية، بس مشاركتنا في إنجاح هذه التجربة راح يحط لنا حد في مكافحة الكوفيد 19. يعني احنا عندنا أمل كبير في نجاح هذه اللقاحات، وهو واحد من اللقاحات اللي يتم تجربتها في العالم كله، ولنا شرف كبير يعني ان مملكة البحرين بتساهم وبتحط بصمتها في نجاح واحد من هذه اللقاحات اللي ان شاء الله اذا نجح راح يترك بصمة وراح يعني يساعدنا في تخطي هذه الأزمة. إن شاء الله. فمهم مشاركتهم في هذه التجربة ونجاحها إن شاء الله، وإحنا يعني حاطين أمل إن شاء الله في هذا النوع من اللقاح أو اللقاحات الثانية إن شاء الله تكون في أمل لإنهاء هذه الوباء إن شاء الله يا رب. وإحنا متأكدين إن الشعب البحريني شعب واعي وراح أكيد يجرب هذا اللقاح، وأكيد نشكركم على تواجدكم وحضوركم معنا. دكتورة بسمة الصفار استشاري صحة عامة والوبائيات بإدارة الصحة العامة، والدكتورة غادة الزياني طبيب استشاري صحة عامة، كل الشكر لكم. وأنا شخصيا أشكركم لأن أنتم فعلا الصفوف الأولى في هذه الفترة. ربي يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لكم. نشكركم على الاستضافة. وكلمة أخيرة أحب أوجهها، يعني نتمنى للراغبين في التطوع أنهم يبادرون بالمشاركة. إحنا شفنا الكورونا كجائحة أثرت على العالم كله. صحيح. أثرت على مملكة البحرين من جميع النواحي الصحية الاقتصادية النفسية، واللقاح هو سيكون الحل. ودائما إحنا نوازن بين الضرر والمنفعة، والمنفعة تفوق الضرر. أكيد بلا شك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيكم ألف عافية. انتقل إلى فاصل. ننتقل لفاصل سريع قصير وبعدين راجعين مع فقرة الموضة. أي فقرة؟ مع من؟ اسم الشيخ. خلكم معنا. صباحكم الله بالخير مشاهدينا، أرحب فيكم في فقرة موضة اللي راح أطل عليكم من خلالها كل يوم أربعة بموضوع جديد يخص الموضة بتفاصيلها. موضوعنا اليوم بنتكلم عن الموضة في هذه الفترة تزامنا مع وجود كورونا اللي ألقى بظلالة مثل ما يقولون على عالم الموضة. أيضا بنتعرف على هالموضة مع مصممة الأزياء فاطمة البستقي. صباحك الله بالخير فاطمة. هلا، صباح النور حبيبتي فاطمة. في البداية نبي نتعرف على مدى تأثر الموضة بالعوامل اللي قاعدة تصير في العالم، بأي حادثة أو أي عامل يصير في العالم، إيش كثر الموضة تأثر بهذا الشيء؟ الموضة لها تأثير عود وكبير يعني واضح، بس بطريقة غير مباشرة. يعني دائما أي كارثة تصير في العالم الموضة تأثر فيها. مثلا وقت الحرب العالمية الثانية اللبس كان وايد أبسط، الألوان تصير دائما شوي كئيبة، ما في قصات في اللبس، في ازدهار، في نمو في المجتمع، تصير الألوان أفتح، يصير اللبس أكثر، فدائما لا علاقة، إذا في كساد اللبس يكون أطول. مثل الصورة اللي على الشاشة بالضبط حاليا. هاي وقت الحرب العالمية الثانية، فاللبس كان أبسط، ما في قصات، ما في شيء، وألوان غامجة. ألوان غامجة عملية. بعدين إذا في الخمسينات كان كلش غير، كان في تفاصيل وفي يعني زهوة في اللبس أكثر. حلو. إذا بنتكلم عن الفترة اللي راحت مع وجود فيروس كورونا، أكيد عالم الأزياء تأثر مثل ما كلنا لاحظنا. شنو التأثر اللي أثر على هاي العالم؟ شنو كان؟ وايد عالم الموضة وايد تأثر في بطريقة متفاوتة. يعني في شركات ما كانوا مستعدين، مثلا اللي ما كان عندهم أونلاين شوبينج وكذي ما كانوا مستعدين، فوايد أثر عليهم، في وايد محلات سكروا. في ناس كانوا شركات الكبيرة لا مستعدة دائما حق هالكوارث. في أسبوع الموضة كان وايد كذا مرة، الحين بس مرتين وصار ديجيتال، يعني وايد أشياء خفت.
حلو. إذا بنتكلم عن طريقة الشراء، يعني إحنا كأشخاص تأثرت طريقة الشراء عندنا في هذه الفترة اللي راحت، شنو الاختلافات اللي صارت فاطمة؟ كونك بعد أنت مصممة أزياء فتعرفين شلون تأثر السوق في هاي الفترة أو نسب الشراء شلون تأثرت؟ كل العالم تأثر. أول مرة في شيء حادثة، مثلا عادة كارثة تصير في الشرق ما تأثر الغرب، هالعالم كله تأثر، فالعالم كله حسب بعض. فنفس ما نشوف روحنا مثلا الشوبينج صار كله أشياء بسيطة، ملابس البيت أكثر، كان كله ما نبي نطلع ما نقدر نطلع، فكله أونلاين شوبينج. حتى اللبس كان الناس يركزون على اللبس التوب أو الأكسسوارات اللي فوق، لأنه كان كله زوم وحق الشغل وكذي، ما كان يلبسون بوانطلين مريحة وأشياء مريحة. حلو فاطمة، يمكن الماركات العالمية أي حدث لو بسيط يصير في العالم دائما يواكبونه، ما بالك حدث كورونا اللي أثر على كل دول العالم، شلون تعاملوا مع هذه الحدث؟ دائما الماركات العريقة عندهم خطة، لأن وايد صادفتهم أشياء كذي. فمثلا في ماركات ابدا ما غيرت اسلوبها، حتى ما خلت اونلاين شوبينج، تبي تستمر على شكلها حق زباينها الخاصين. أي. فبعض الاشياء لا، في بعض الماركات لا وايد خفضوا، حتى القطع الكلاسيك اللي ما يخفضونها صار في تخفيض، يعني في تفاوت. طبعا كل الماركات اشتغلوا على الماسكات. نعم فاطمة، اذا بنتكلم عن الموضه اللي طلعتها لنا كورونا، اكيد في لون معين سوت الكورونا في عالم الموضة والأزياء سواء للشباب ولا للبنات. يعني إحنا أنا في فقرة موضة هالسيزن حابة إن شوي نسلط الضوء على حتى موضة الشباب، فكلمينا عن هذه الموضة. أي في تأثير، في أنت بتلاحظين كل الألوان صارت ألوان بسيطة، ألوان حيادية، ما في وايد زهوة. بعد نفس الشيء الشباب بيصير اللبس أكثر، بيرجعون حق البولو شيرت، حق الأشياء البيسك. أي. زين، وفي حتى في الالوان مثلا بيكون في الوان عادي، اي لون مع اي لون، ما 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 بيكون الموضه، بتكون الالوان غير مع بعض. أوكي. مو مشكله. حلو. يمكن بعد لاحظنا اصلا بدأوا في هذه الموضه بكثره، حتى اللي يمكن ما يواكبون الموضه قبل قاعد الاحظ انهم قاعدين، لان صار الموضوع اسهل مريح. بالضبط. اي بالضبط. حلو فاطمة، تكلمنا عن الموضة في الفترة اللي راحت والفترة اللي احنا فيها حاليا، انا ابي اعرف الموضة عقب الفترة اللي احنا فيها شنو راح تكون؟ الموضة بتكون اريح لنا كلنا. الالوان بتكون بعد نفس الشيء بسيطة حيادية، نقدر نخلط، يعني يا ان نسوي كل لبس لون واحد من نفس اللون درجاته، او ان كلر بلوكينج اللي الوان كلش غير، الوان ما كنا نلبسها مع بعض، احمر مع وردي مع بنفسجي عادي، يعني راح يستمر هذه بالضبط الميكس بين الالوان. وبعد الماركات قاعد يحاولون يبون قسم انه حق البنات والشباب نفس الشيء، يعني ما تروحين محل كله حق الشباب والبنات، القياس بيكون اكبر، المقاسات بتكون واسعه فعادي. حلو، احس هاي الستايل بيصير عملي اكثر. جدا حلو، يناسب اغلب الاماكن. بالضبط. او اغلب الاشياء اللي بنسويها خلال يومنا، فالناس ما بتكون فورمال، بتكون وايد عملية، وكل من يدور الراحة. حلو. حتى في الأحذية الحذاء بيكون رياضي أكثر بدل الكعب وكذي. احنا خلصنا تقريبا فصل الصيف، يعني على وشك فصل الشتاء حق 2021 شنو راح يكون؟ ناس ما قلنا، إذا شفتي كل عروض الأزياء كل شيء طويل، كل شيء شوية كئيب، يعني ألوان غامجة. مثلا بيكون الفضي بيرجع، في شوية من الفضي، لكن كل الجاكيت طويل، حتى الكيب بيكون طويل. حلو. طبعا احنا وصلنا مشاهدينا لنهاية فقرة اليوم اللي تكلمنا فيها عن موضة الفترة اللي راحت والموضة في الفترة الجاية مع مصممة الأزياء فاطمة البسكي. كل الشكر لك ويعطيك العافية على هالمعلومات. شكرا على الاستضافة. شكرا حبيبتي. يعطيك العافية. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وراجعين لكم مع حازم وإيمان. رجعنا
رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. صعوبة الأوضاع تخلينا بحاجة لطاقة إيجابية نستعين فيها في حياتنا اليومية وتساعدنا على العناية بصحتنا النفسية المتضررة من الأجواء المشحونة بالضغوطات، قلق وتوتر وحالة من الاكتئاب الطارئ. لابد من تخطي المشاعر السلبية بطرق سليمة. خلونا نتطرق لموضوع خلق السعادة في حياتنا برؤية مختلفة مع الأستاذة إيمان الفلة، باحثة ومدربة أسرية بمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري. صبحت الله بالخير. يا هلا يا مرحبا فيك أستاذة إيمان. النور والسرور. صباح النور. وأجواء سعيدة وصباح سعيد. وطاقة إيجابية. وطاقة إيجابية. إذا خلينا نتكلم في البداية عن مفهوم السعادة الصحيح أو اللي يحتاجه الشخص. طبعا السعادة يعني مصطلح فضفاض. ولو كل واحد الحين بسأل هني شنو مفهومه للسعادة بيختلف يختلف من شخص آخر. فبالنسبة لي لو تسألني شنو السعادة من بعد دورات كثيرة عن فنون السعادة بقول لك الرضا. أنا راضية بيومي، راضية في كورونا ما في كورونا، في وباء ما في وباء، في تغير في طوارئ حالة من الطوارئ، أنا راضية. فدائما نقول لهم إن السعادة إنك كان عندك حصالة وفي اليوم هذا كامل قاعدة تجمعين لحظات من الرضا ولحظات من الهدوء. الحين أنا في لحظة رضا، أنا حطيت شيء في الحصالة، نهاية اليوم ايش قد جمعت حالة من الرضا، هذا مستوى حالتي من السعادة اليوم. فايش قد أنت تقدر تجمع لحظات من الرضا والهدوء النفسي والسعادة طول اليوم هو مقياسك إلى السعادة في حياتك اليومية. حلو، يمكن هاي مفهوم السعادة في حياتنا اليومية. لكن أستاذة نبي نتكلم اليوم إن أولويات الأسرة تسبب يمكن نوع من الضغوطات بالنسبة حق الشخص، فشلون أحمي نفسي وأحمي صحتي وأحمي نفسيتي بالتحديد من مواجهة هذه الأعباء اللي تكون يمكن ما بقول أعباء، مسؤوليات كثيرة فيها ضغوطات، يمكن فيها قلق، فيها توتر، وأجنب الاكتئاب منها بعد. من المسؤول في البيت عن حالة السعادة؟ أحس الأم. كل الدراسات تقول ان الام وين مسكين راح. الاب موجود بس الام اكثر دورها في البيت. لا لا ففي على فكره حتى دراسات نفسيه تقول ان حاله الام النفسيه هي تنعكس على الاطفال بالضبط. يعني الاطفال تنعكس عليهم بحكم الالتصاق والقرب في البيت وجودها الدائم، مع ان الحين الابو دائما موجود بقى. صح، بس يعني بحكم كورونا الابو دائما موجود، بس المعيار السعاده ومعيار الحب ياخذونه من الام. يعني لازم الحين تراضي الام وتخليها دائما سعيده عشان عيالك يكونون دائما سعيدين. فالرساله اللي ابي اقولها ترى الام في البيت هي التي تخلق حاله السعاده او حاله الاكتئاب. واضافه الى ذلك لاحظت من خلال الحالات التي لنا إن البيت كل ما كان في حالة من التوازن بين الأم والأب والتفاهم ترى العيال في حالة سلام سعادة وسلام. وكل ما كانت الأم والأب، يعني أنا أتذكر حتى يعني لما أرجع بالذاكرة لما أمي وأبوي مثلا زعل بسيط أنا أصير في حالة طوارئ. فاليوم أشوف عيالي نفس الشيء، يوم اللي أنا مثلا يكون في ما في بيت ما يخلى من المشاكل أكيد. بس كل ما يعني ألاحظ عيالي وألاحظ الحالات التي لنا كل ما كانت هناك نوع من التوتر وحالة من الخناق بين الأم والأبو كل ما كانوا الأبناء في حالة من التعاسة. فالرسالة اللي أبي أوجهها ترى الأسرة اليوم تعتمد على الأم وتعتمد على الأبو، فيا جماعة لا تدخلون أبنائكم في متاهات نفسية وشقاء وتعب هم في غنى عنها، ترى الدنيا بتعلمهم وايد يعني. أكيد أكيد. إنزين أستاذة، بنروح إلى العقل الباطني نفسه. في كل إنسان، كل شخص في عقله في أفكار إيجابية وفي أفكار سلبية، أيضا من النواحي الأخرى على أي ظاهرة في أشياء سلبية وأشياء إيجابية. فأنت شلون تقدر تشجع الأفكار الإيجابية وتبتعد شوية، ما بنقول بنقلل ما بننهيها، السلبيات لابد منها، بس شلون أشجع الإيجابيات وأقلل من السلبيات؟ هو في فكرة لازم الناس تفهمها، إن الحياة تقوم على توازن المتناقضات. يعني شنو؟ يعني ليل وراء نهار، ظلم وراء عدل، ليل وراء صبح. فهذه المتناقضات مثل ما الحياة فيها مشاكل فيها بعد خير وفيها شر، فأي مشكلة في الدنيا فيها خير وفيها شر. فالوضع الحالي اللي قاعد يسبب لنا الاكتئابات إن أنا أركز على فقط المتناقض الواحد وهو السلبية. طيب المشكله ترى فيها ايجابيه على اساس تتوازن الحياه، الكون كل ما يتوازن الا بالمتناقضات. فليش انا اركز على كفه دون كفه؟
فاللي نبي نعلم الناس الأفكار المتكررة دائما دائما على مستوى الشخص وعلى مستوى المجتمع وعلى السوشيال ميديا هي التي تخلق حالة البرمجة اللاواعية. فتخيل أنا يوميا فلان مات بسبب كورونا، فلان مات، هذه كلها برمجة. فالناس ففي سمات شخصية، أنا مثلا أتعب نفسيا يوم اللي أسمع أن في أحد متوفي من كورونا، فتصير حالة من التعب النفسي والاكتئاب. فإذا أنا عندي هذه السمات الشخصية أتباعد عن السوشيال ميديا، أتباعد عن عن الأماكن اللي تأثر فيني بطريقة متعبة. هذا بالنسبة إلى التكرار. بالنسبة إلى الحوار الذاتي مع الشخص، أنا قاعدة أبرمج نفسي، أنا اليوم طالعة أقول شو الشخصية الفاشلة، شو حققت في حياتي، شو سويت، يعني هذا الحديث على مستوى الذات إذا ما كان إيجابي فأنت قاعد تبرمج نفسك بطريقة سلبية. زين أستاذ، هاي شيء يخليني أسأل، شلون إذا أنا عندي هاي المشاعر السلبية أو هذه الأمور اللي قاعدة أسويها خاطئة أحولها حق أشياء إيجابية؟ أوكي. شو الأشياء المتبعة اللي لازم أركز عليها؟ طيب، العقل يعني دراسات العقل والمخ وجدوا إن إحنا مثل الكمبيوتر، شفت إيش قد ضغطة الزر بأن فايل عندك في الكمبيوتر تبين تحذفينه؟ إيه. ديليت. ضغطة زر ديليت. فلا بد أن تكون عندنا مهارات المرونة ومهارات إحلال فكرة بدل فكرة. يعني بدل ما أنا قاعد أركز على الحالة السلبية والطوارئ والتعب النفسي في حالة كورونا، أنا أقول لك أن حالة كورونا أثرت على البيوت بشكل إيجابي وبشكل كبير. صح، في إيجابيات. فأنا لما أحلل فكرة السلبية بدلها أحط فكرة إيجابية وبشواهد، بذلك أنا فعلا بديت أبرمج ذاتي وأبرمج حتى المجتمع. نعم أستاذة، يعني السلبيات نرجع لها شوية، أنت مثل ما ذكرتي نقدر يعني نأخذ كذا طريقة لأن نتخلص منها، لكن أعطني الطرق المتبعة للتخلص أيضا من نتائج مالت السلبيات، اللي هو الحالات النفسية اللي تأتي نتيجة السلبيات، اللي هو مثل الاكتئاب، الحالات النفسية، قلق، توتر. انت شلون تقدر تتخلص منها بعد؟ يعني انا بقول لك في سمات شخصية يعني مختلفة. انت خلاص الحين اخذت السلبية ودشيت حالة اكتئاب، شلون اتخلص منها؟ انا بالنسبة لي جاور السعيد تسعد. كل ما احط نفسك بجماعة ايجابية وتدعمك، انت كنت مهما جوك من ناس سلبيين ويبون يحبطونك، يعني فوجود الداعمين، وهذا المثل مو عبث، يعني جاور السعيد تسعد فعلا، اذا احط نفسك من الناس الايجابيين وبالناس اللي تدعمك نفسيا، انت راح تكون في حاله نفسيه كبيره، تكتسب السعاده. فالسعاده معديه. هاي العدوى الحلوه اللي احنا نحتاجها في حياتنا، اللي احنا نحتاجها فعلا في حياتنا. خلينا نتكلم عن اخر نقطه، يمكن نقطه مهمه بالنسبه حق الاطفال. يمكن في بعض الاطفال احنا نشوف الطفل غير سعيد، ما تشوفه يمكن نفس اقرانه من الاطفال اللي هو يكون مستانس يلعب يتغشمر، نشوفه نوع ما كئيب. فشو ممكن نقضي على هذه الحاله بالنسبه حق الطفل؟ لان هذه بتاثر عليه سلبيا لكبر. نقطتين اساسيتين. اولا الام، نرجع حق الام والتنشئه الاجتماعيه في البيت. يعني مثلا كنا نشوف بعض الاطفال تشوفه ياخذ مثلا طبع الاب دائما ساكت، الاب دائما ما يضحك، انزين، فخذ الجينات من الابو. لكن هل نقول خلاص خذ الجينات وخلاص بظل مثل ما هو؟ لا، ترى الدنيا تعلم، يعني الدنيا يعني مع لما يكون عمره 18 سنه يكون عنده الخيار، انت تبقى بهذا الوضع او ان انت تكتسب مهارات وتتعلم مهارات جديده. في شغله مهمه جدا، يمكن احنا في يوم من الايام انا شفتها لما كنت صغيره، كانوا يجيبون لنا حكواتيه في البيت تعطينا قصص، هذه القصص كانت مليئة بالمعززات والإيجابية والقيم والأخلاقيات. يمكن هذا الدور التلفزيون ما كان يقدر يسويه، السوشيال ميديا ما كان يقدر يسويه، كنا يعني هو الشغلة الوحيدة اللي كنا تصير بالنسبة لنا سعادة، بيجي الليل ويقول لنا قصص وحكايات و فاليوم القصة انحسرت من حياتنا. يعني يمكن اليوم قليل من الأمهات تقعد يا ولدها يقرأ قصص، يعني نهاية الليل خصوصا قبل النوم. صار لي أسبوع مع بنتي في شغلة قريتها وقاعدة أطبقها قبل لا تنام. طبعا هذه فترة ما قبل النوم، هذه مرحلة برمجة خطيرة جدا للطفل للطفل ولا حتى الكبار.
فانت دائما قبل النوم فكر في الاشياء الايجابيه الجميله الايجابيه الاهداف اللي تبي تحققها، لا تفكر في الاشياء السلبيه لانه بتجيك اولا كوابيس وبعدين بتتبرمج الصبح ثاني يوم بعد. بالضبط. الطفل فكنت اسالها اقول لها ماما شو رايك في كورونا او شنو الناحيه الايجابيه في كورونا، فتقول لي ماما ما سويت شيء يعني بالعكس قعدتنا في البيت وكذي. قلت لها زين شنو قعدت البيت من ايجابيه، شنو عجبش في الموضوع؟ فقمت يعني النوع اللي حاولين تستدرجين بالضبط ان ترى مثل ما الشغله فيها سلبيه وبدل ما تشوفين الناس كلها مركزه على السلبيه، احنا كطفل نخلق فيه بذره ان تعال وازن افكارك من صغرك ان مثل ما في سلبي في ايجابي. كنت اتعمد اذكر لها اسماء اشخاص، ايش رايك في فلان؟ شو اللي يعجبش في فلان؟ مثلا ادري ان هي على خلاف وياه بس اطلع افضل ما يمكن فيها من ايجابيات في هذا الشخص. شنو يعجبش في هذه البنت؟ احبها لانها تحط مكياج. شنو يعجبش في هذه البنيه؟ فلازم نحفز عيالنا بسؤال ما قبل النوم عن افضل الاشياء افضل الاشخاص وندربهم ان ماما ترى الحياه مو بس سلبيه، الحياه مو بس يعني شغلات متعبه، ترى فيها اشياء وايد حلوه. طبعا الاستاذة ايمان الفله باحثه ومدربه اسره بمركز بتلكو الرعايه حالات العنف الاسري، كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. استمتعنا امانه معك موضوع مهم بحديثك صراحه، وان شاء الله تكون زرعت فينا احنا الايجابيه. ان شاء الله اتمنى لكم حياه ايجابيه ويوم سعيد. ولك بالمثل اكيد. شكرا لك استاذه، يعطيك العافيه. وبكذي نكون وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقه يوم الاربعاء من برنامجكم شمس البحرين، على امل يجدد معكم اللقاء باكر ونلقاكم على خير ومع السلامة. مع السلامة.